البيشي يمرر طويلة حلوة لياسر القحطاني، يتقدم ياسر يسجل الهدف الثاني. ياسر القحطاني يسجل الهدف الثاني للهلال مع الدقيقة 65 من لقائهم على جران، بعد أيضا تمريرة حلوة وجميلة جدا لصالح الفريق الهلالي. الهلال إذن يتقدم في هذه اللحظة على نجران بهدفين للا شيء، بلا شك نتيجة مطمئنة للهلاليين مع مرور الدقيقة 65. نجران صعب جدا على ملعبه، ولكن الهلال تحسن تعاملهم مع الكرة مع الهجمات في الشوط الثاني، واستطاعوا التقدم بهدفين، واحد من وسلي والثاني من ياسر القحطاني، هدفين للهلال لا شيء لنجران. كرة هذه الإعادة بلا شك، الكرة الطويلة التمريرة الحلوة التي جاءت لياسر استطاع استثمارها بشكل جيد من سلطان البيشي والسيطرة عليها، وبالتالي الهلال 2 نجران لا شيء. حلوة من ياسر بلا شك، وتعامل حلو مع الكرة. 2-0 للهلال. سيبحث أيضا نجران عن تعديل الأمور، وإن كان سيجد صعوبة قياسا على المستوى أو الأداء الفني اللي قدمه حتى الآن.